أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع أبو مريم من جدة، يقول: هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الاستغفار؟ لا، الاستغفار طلب المغفرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها طلب الثناء عليه من الله عز وجل. الصلاة من الله، ثناؤه على عبده. أنت تطلب من الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وأما الاستغفار فهو لك، أنت تطلب شيئا لك لأن يغفر الله لك ذنوبك. وأما الصلاة على النبي فهذه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ليست حقا لك، هذه حق للنبي صلى الله عليه وسلم علينا. نعم. الاستغفار يعتبر من الذكر يا شيخ؟ نعم، هو من أنواع الذكر.